السلام عليكم. الميرج نود واحدة من أهم النودز الموجودين في النود والأكثر استعمالا، فما أوبريشنز نستعملوهم أكثر من غيرهم كما الأوفر البلاس والسكرين، وفما حاد بالكاد نعرفهم. البروجكت اللي قدامنا اليوم مش يعطيكم إن ديبث لوك على كل أوبريشن وطريقة العمل متاعها. هو بروجكت من عند واحد من أفضل الكمبوزيتور تقريبا الموجودين في الساحة، اللي هو فيكتور بيريز. والناس اللي ما تعرفش فيكتور بيريز، هو حاليا يخدم في شركة فاوندري، شركة مصنعة للنوك. هو زاد واحد من أفضل تيتشرز في العالم. عملوا عليه طلع، تلقاو اللينك متاع الويب سايت في الديسكريبشن. ما نطولش عليكم. الميرج نود نوعين، الكوميوتيتيفز والنون كوميوتيتيفز، والفرق بيناتهم بسيط. بالنسبة للكوميوتيتيفز، الانبوت ما بين الا والبي ما يتبدلش. معناتها باش نجرب الشيفت اكس ونبدل، شوف الانبوت لهنا بين البي والا باش يتبدل، والريزولت تبقى هي بيدها. والعكس بالنسبه للنون كوميوتيتيفز، شوفوا لهنا شيفت اكس، شوفوا الريزولت كيفاش تبدلت. بالنسبه للزوز باك دروبس اللي عندنا لهنا، فما التوضيح للفورميلاس اللي عندنا، ال A input A، ال B input B، smaller A هذه بالنسبة للألفا، smaller B هذه بالنسبة للألفا من ال input B، ال 1 minus A ال inverted alpha channel from input A، وال 1 minus B ال inverted alpha channel from input B. نزيدو عملوا عليهم طلة، لهنا ال ABC هو ال absolute value، لهنا ال SQRT هو ال square root، الماكس والمين، والباك دروب هذايا الماثس الكل بالنسبه لكل اوبريشن. بالنسبه للبروجكت واضح وما يستحقش اكثر تفسير، عملوا طلع على البروجكت، تلقاو اللينك ديسكريبشن. صراحه بروجكت يعاون برشا ويسهل عليكم الخدمه.